فون شوت دايما بنركز على اهم اللقطات الايجابيه، وخبرنا النهارده ايجابي ولقطتنا النهارده مختلفه من ملعب المملكه ارينا والاستضافة مباراه الامس بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك في كاس السوبر الافريقي، واللي حققه الزمالك بضربات الترجيح من علامه الجزاء. الجماهير المصريه ضربت يعني اسمى الطبلوهات واسمى يعني مثال رائع للتشجيع والروح الرياضيه بعيدا عن التعصب، وده اللي خلى الشكل امبارح جميل خرج بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه. هي دي الجماهير اللي رايحه تقضي وقت جميل وتستمتع وتتبسط بفريقها سواء كسب او خسر، ده اللي احنا بنتمناه في ملاعبنا بعيدا عن التعصب. وباذن الله الجماهير ترجع تاني مدرجاتنا بكامل السعه في الاستادات كلها في بطوله دوري نايل الموسم الجديد. مبروك لنادي الزمالك بطل لكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، كلاكيت تاني مرة على النادي الأهلي. مبروك لجماهير نادي الزمالك، مبروك لمجلس إدارته، مبروك للاعبيه، أكيد مفيش شك سعادة كبيرة لجمهور البيت الأبيض.